السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بعد إذنك. تفضل. دلوقتي أنا لو واحد حس إن هو مثلا ممسوس أو ملبوس أو مسحور أو حاجة زي كده، وهو أراد أن يصبر على هذا البلاء، وما راحش لحد عشان يلقيه، عشان خد حديث اللي هو السبعين الذين يدخلون الجنة بلا قطع ظلال ولا قش حساب ولا منار تكون ولا طيران. فهل فعل هذا صحيح؟ لكن يجتهد في الدعاء. طبعا هو بيقرأ ويقرأ بقرأ كل يوم والصلاة على النبي والاستغفار، بيجتهد في العبادة على قد ما يقدر، زيادة عن مكان بين قبل ما يعرف ان هو منصوص او مسحور. ولا بأس لا بأس بذلك. أصبر عشان يدخل في هذا الحديث. ما فيش مشكلة أبدا. بل أحيانا المرأة التي أولا الرسول سحر ما ذهب لأحد إلا لله. دعا ودعا ودعا، هذا أولا. والمرأة اللي أصبت قلت أنا بتكشف فأنا أو أدعي لك. نعم 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 موفق موفق. ماشي بهذا النفق على أساس إن هو إيه يدخل في هذا الحديث. لا بأس بذلك. تمام، مشكور. شكرا لله.